السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله غاتي. أنا موظف شريط بالسكك على وزارة النقل. تمام. 15 سنة عندي خدمة. فبال 2016 أخذت إجازة شهر من استحقاقي. فمن أخذت الإجازة ورجعت لقيت نفسي مستقيل. بدون ما تقدم استقالة؟ بدون ما أقدم استقالة، وأنا عندي إثباتات أنه مدير موقع لي على الإجازة. فرجعت طمع. لقيت لا درجتي موجودة، ما ادري من باقيت رحلوها ودوها ليش؟ ما اعرف. انت يعني اجازه اخذتها بعذر؟ بعذر رسمي وموافق عليها. هاي موافق عليها؟ هاي موافق عليها المدير مالتي وكاتب اجراء اللازم. هذا مديري موقع هنا. وهذا الطلب مالتي. دائرتك وين كانت؟ سكك اللي تابع لوزاره النقل. ومديري هو هذا نفسه حاليا، هذا اسمه حيدر صباح اسمه. مديري ياسر ماجد عبد الجبار، هذا انا اسمي مخول شنت، مخول قسم المالي. تمام. ايه بعد شنو اللي صار؟ ليش بده يرجعك؟ هاي صار لي 3 سنوات. ايه يسوي لي كتاب ويرجع الكتاب، والله الماليه تقول ماكو تخصيص. درجتي وين؟ انت مو تعيين جديد انه انت طالب ترجع لدائرتك؟ 15 سنه عندي. 15 سنه راحت هاي ال 15 سنه كلها؟ 15 ما راحت، اذا اريد اقدم تقاعد بس عمري ما يخدمني، ما راح يعطوني راتب. ورا 7 سنين يلا يعطوني راتب، شو الفائده؟ نفسك. وصل صوتك ان شاء الله، وصلت معاناتك. واحنا جاهدين انه رسالتنا الى دائره السكك للموظف اللي هو يقدم عذر رسمي وهي اجازته موجوده، انه ترجون انه تسهلون امره، لان الرجال اكيد هو هاي راح تعيلك بعائلتك ورزقك وعندك اطفال. ايجار زين، ودا ابيع شاي بالشارع، وتعال شوف وضعي هنا يم حسينيه الزهره. زين صار لي 3 سنوات هو قاعد هناك ياكل ويشرب وياخذ احسن راتب المدير، واني خلاني قاعد بالشارع. الله لا يوفقه، خليه يسمعني.